Thank you.
ألف مبروك للشيخ عبد الجبار، إن شاء الله مبارك يا شيخ، إن شاء الله بالثبات إن شاء الله. Oh.
Amen.
آمين. آمين. اللهم يا ربي انا ربي اطلب فيك يا ربي، اللهم يا ربي انا عبد اطلب فيك يا كريم يا رب العالمين، اللهم حن علينا يا حنين واصلح البيبيين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ما ظلمنا حاشاك، ما ظلمنا، احنا ظلمنا انفسنا وشربنا وقلنا لعيوبنا ونرجع للتقى والهداه واهل الكرم واهل الجود يا رب العالمين يا رب يا معبود، اللهم دوم علينا نعمتك يا كريم، اللهم دوم علينا محبتك يا كريم يا رحمة من جميع الاوطان يا رب العالمين، اللهم يا رب يصلح حال الجديد، اللهم يا رب يصلح حال الجديد. هذه ختمة الشيخ عبد الجبار مؤمن.
حفظ كتاب الله كاملا. ان شاء الله بالثبات للشيخ عبد الجبار. ما نقولوش نكر ونقولوا لا هذا ما هناك ولا هذا ما فيه ولا هذا كلام جاي من لا 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 ما حرك الله انا محسن انتم انتبهوا في القران وانتم بالفقه اهل الفقه واهل العلم ما حرك الله محسن لدى الشابين لدى الناس الضعفاء الناس المتملحين عندكم العاطف عاطف عاطفين حنينين وكويسين لان انت على من تجبن على من على من لا من خبر تو مشي تحتيا مش خالدني هو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.